وهنا هقف اقول لكم حاجه. الذين يبحثون عن السلام الرخيص، الذين يفهمون السلام بمعنى الاستسلام، أو اللي بيفهموا السلام بمعنى التساهل، موجودين في كل عصر، حتى العصر اللي عايشين فيه موجودين في كل زمان، ويلوم أصحاب المبادئ السليمة إذا تكلموا. وهذا ما حدث مع أثناسيوس. السيد المسيح له المجد قال في متى 10: لا تظنوا إن جئت إلى الأرض لألقي سلاما بل سيفا بل انقسام، جئت لأفرق الأب ضد ابنه ولأفرق الحماة ضد ابنتها وأعداء الإنسان أهل بيته. إيه معنى الآية؟ إن مبادئ السيد المسيح بتخلي الناس ينقسموا إلى قسمين، قسم يقبل وقسم يرفض. فهنا لازم هتكون حرب بين القسمين، واحد هيقبل قسم وقسم آخر هيرفض، ودي اسمها حرب المبادئ، حرب المواقف. أين أنتم من حرب المبادئ وحرب المواقف؟ يوجد فارق كبير بين النور والظلمة. الفارق الموجود هو الفرق بين الحق والباطل، الفرق بين الخير والشر. هذا النوع من الحروب مطلوب عند السيد المسيح له المجد. يوجد فارق بين النور والظلمه، بين الحق والباطل، بين الخير والشر. هذا النوع من الحرب مطلوب عند السيد المسيح له المجد. ليه؟ لو الحرب دي وقفت او خمدت او انطفت، معناه ان الكنيسة بما مبادئها ماتت. يعني مفيش حد بيقبل حد بيرفض، كلكم مشيتوا في الغلط، كله مات.